السلام عليكم صديقاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وتلقاكم هاد لا فيديو هادي في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم جولي الجهاري. كي دايرين؟ اش اخباركم؟ كي داير مع الصحه؟ كي داير وليداتكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. شوفوا امجد فين فين كتشوف داك الشيء؟ تيشوف دابا دوك لي في خويا وداك لي في الثلاجة و تيقولو أمجد حرقتني. هضر هضر مع أمي، راه كتشوفك. شنو تقول لأمي؟ شنو تقول لأمي العزيزة؟ قول شنو تقول ليها؟ يا لو هضر معاها كتشوفك دابا. لا أنا هضر معاها في الواتساب. لا هي بغات تهضر معاك هنايا في الفيديو. راه طالع لي فوق البوطة، خوات لي البوطة ديال الطياب و خديت غير البوطة ديال الدوش. يا راه هضر معاها، راه شي بيزو كبير. لا تما ما تشوفكش، خليك تما خليك. لا راه تشوفني. لا ما تشوفكش بعيد. لا لي بكلشي. بلاتي راه في الكرسي بلاتي. يلا هذا هو حالنا مع الدراري. عندنا ما غادي نديرو، ضروري نقول خاطر بصح كما تصاوب ما قنطو. يعني داك راه سخون. يلا هضر مع امي. يلا هضر مع امي. اباس. اها. بخير. زيد. ولا توحشي امي؟ اه بزاف ولا شويه؟ بزاف. قداش؟ تسمع تسمع بزاف. بصح ولادي توحشوها بزاف، حيت هي عارفه دابا غادي تشوف هذا الفيديو هذا وغتبقات بكيت بكيت بكيت. ولكن ان شاء الله يفوت كلشي بخير وعلى خير. حنا توحشناك وتوحشنا الجماعه معاك. ايوا الحمد لله. هنا فين كت الواحد كيحس بحق الوالدين وكلشي، اللهم لك الحمد. المهم ان شاء الله نتمنوا ورفع لنا ربي هذا الوباء هذا، واسعد وامجد حتى هما قنطو. ولكن حنايا دايرين ليهم خاطر شويه مره، عرفتي على قد هكا ولاو كيبكيو. يعني تقول لي عبدو خلوهم يديروا اللي بغاو ويرونوا اي حاجه كيديروها، محبوسين محبوسين ما عندهم ما غادي يديروا. المهم الفيديو ديال اليوم، يلا دير بيزو كبيره لصديقاتي، قول لهم صديقاتي موح عليكم. صديقاتي موح عليكم. يلا المهم غنبدا معكم الفيديو من العشيه. بغيت نوجد لكم كاسكروت، قلت علاش لا ما نشاركش معكم الكاسكروت ديالي. غادي ندير بغيت غادي ندير هذا حريشات بالزعتر والزيتون كحل، كيجيو زوينين بزاف. المهم راه ساهلين. وبعدا حاجه وحده اخرى بغيت نقول لكم عليها، شكرا لكم بزاف بزاف على البنات اللي كيدخلوا عندي الواتساب. عرفتي ما كتقتلي فرحه يا البنات، كيصيفطوا ليا في الواتساب، تيصيفطوا ليا الوصفات اللي كنشارك معاكم. عرفتي ما نكذبش عليكم، واش يقولوا يلاه عندك الصحه. يعني كينجحوا معانا زعما من اول السنه الحمد لله. انا كنمشي لشي حاجه اللي هي بسيطه، لا على حساب الجيب لا على حساب كلشي. كيف ما كنقول لكم ديما، انا كنبغي ندير شي حاجه اللي هي بسيطه. النهار اللي كنتشهى شي حاجه تكون زوينه زوينه، راه ما كنصيبهاش عندي في الدار، كنخرج ناكلها على برا، حيت ما عنديش ماتيريال يعني ديال الكوزينه باش نصايب ديك الحاجه، ما عنديش بزاف ديال الحوايج. ولكن مستقبلا ان شاء الله، بما انني عندي حب للطبخ وداك الشيء، ان شاء الله مستقبلا غنبقى ناخذ بشويه بشويه وغنبقى نبارطاجي معكم اي حاجه. المهم البنات، هنا عندي السميده تقريبا خديت واحد فايت نص كيلو شي شويه، غادي ندير فيها خماره. هاد المهم حاجه بالنسبه للبنات عاوتاني اللي مبتدئات، بزاف ديال البنات المبتدئات وهذا هما كيعرفوش الحرشه. راه الطريقه ديالها ساهله، هادو غنديرهم حاجه صغيورين. درت خماره ها هي، لا ما ديرش لي الصاع امجد اويدي الله يرضي عليك. غندير واحد المعلقه ديال السنيده، إلا مبغيتوش ديرو سنيده مديروهاش، تقدرو تعوضو سنيده بلاصة العسل. سنيده مديروها بلاصة سنيده ديرو العسل. أنا صراحة عندي العسل ولكن مخشي داخل تنعكز عليه. شوية ديال الملحة. شوفوا البنات ما تقنطو ما حتى شي حاجة، مولاها ربي. عيشوا في حياتكم نورمال، والله إلا كيدخلو عندي البنات كيبقى فيا الحال تنقول علاش زعما. راه فعلا الظروف ما مسامحاش، هذا الوباء هذا
خطير، ولكن شدوا ديوركم وعيشوا في ديوركم حياتكم طبيعيه، وان شاء الله ربي يدير تاوي الخير. المهم هذا شويه ديال الملح، يعني كندير النواشف كلهم البنات، عاد غادي ندير الزيت باش نبسبسها، غندير الزعتر ها هو اللي ديجا ماما ماما لا خليها خليها، المهم واحد وشيخة هنا صافي دابا نحيها، معرفتيش فين كاينة صافي، واخا كيديرو بزاف ونسيني ياه لا حشومة شتي كيشي ولي. دابا عاد غادي نزيد الزيت، غادي نزيد الزيت، الزيت البلدية، غندير الزيت البلدية، ما عندكمش الزيت البلدية ديرو زيت رومية، لا حيد يدك ماما حيد، عرفتي راه كتجي زوينة هاد الحريشة هادي بالزيتون والزعتر، ماشي يدية، المهم البنات هانتوما كيف ما كتشوفو، حيت إلا خليت الكاميرا بعيدة معرفتش يبان ليكم داكشي مزيان، صافي بسبسها مزيان، تقريبا درت تقريبا شي نص كاش ديال الزيت وشي شويه، حيت خاصها تبسبس مزيان بالزيت ماشي تجي مزيته، ها نتوما واخا كي راه مزيته ما والو، صافي البنات دابا غادي نبقى نجمع بالماشي شويه بشويه بشويه، نحاول ما نعجنهاش، الا بغيتو تنجح لكم الحرشه ما تعجنوهاش نهائيا، غير بصبعكم بحال هكا عرفتي حكا نسيت ما قلتش لكم البنات، عاد فكرت راه قلتها عاد البارح لعبد والله القاسم، عرفتي علاش ديك النهار تلصقات ليا الحرشه، حيت السميده رقيقه بزاف بحال الشكل ديال الفينو، اما هذه هي اجي شوف شوف خرج خرجوا عليا من هنايا خلي الصداع خرج، كما قلت لكم السميده اللي كانت عندي كانت رقيقه بزاف بحال الشكل ديال الفينو، داكشي علاش ما كانش كتنجح ليا البنات، صافي نخليها هكا مازال نزيد لها مويها، ضروري من شي حاجه غنخليها حتى تشرب شي شويه ونرجع باش نطيبها معاكم. هنا كيف ما كتشوفوا عاد زدت الزيتون كنت نسيتو قبيله ولكن زدتو عاد دابا، المهم نخليها ترتاح شي شويه، هنا قال لك امجد باغي كيكه، غندير ليه كيكه داكشي اللي موجود عندي وصافي، المهم كيكه ساهله هذه حتى هي هنايا غنحتاجو، المهم انا كنخدم معاكم كندير المقادير، ربعة البيضات يعني حتى اخر لحظه انا غندير هاد الكيكه هادي، ما كندير لها بروغرام صراحه، دابا عاد دابا قالها ليا زعما كون نديرها هي الاولى، كاس ديال سنيده قلت لكم نديرها هي الاولى عاد ندير الحرشه، ولكن معليش شويه ديال الملحه، غادي نطلع البنات هادو مزيان مزيان، الا ما عندكمش الباتور ديروا هادي بحال هكا عندي انايا هاد الفوه هادي، ولا طلعوهم في المولينكس، ها نتوما الزوينات ديالي، انا طلعت هاد طلعتو مزيان
يعني خاصو يتضرب مزيان. تقدروا ديروا معلقه ديال الخل، انا ما عنديش الخل. غادي نزيد دابا كاس ديال ان شاء الله الا بقينا في الحياه البنات غادي نشبعكم نشبعكم كيكات وشهيوات ان شاء الله في رمضان. قولي باغا لينا غير تماره يا اختي. عرفتي انا بعدا والله القسم الا ولاو كيضروني رجليا بالوقوف. البارح قلت لعبد الوقت لي الشوفيه ديالي كضرني، قال لي راه غير الوقوف هذاك. المهم كاس ديال الزيت ها هو، انا غادي نكمل غير بالفوي. الاناء اللي درت فيه الخليط ديال الحرشه مع حيت التحت ديال القاع ديالو فيه السيليكون ما كتسمعوا لا تفرقيب لا والو. وهنايا عندي كاس ديال دانون فاني. هنا غادي نزيد الطحين. المهم الطحين غادي ندير على حسب بلاتي نغربلو ونرجع معكم. المهم البنات ها الكاس الاول ديال الطحين. هنا البنات ثلاثه ديال الخمارات غادي ندير. يلا درت دابا جوج كيسان ديال الطحين وندير ثلاثه ديال الخمارات. هاد الطري ديال درت ليه الزبده والدقيق صافي غادي نخوي وغادي نخلي واحد شويه ها شويه باش غادي ندير ديك الساشيه ديال الكاكاو. تاخذوا واحد كوردون انا خديت هاد البروشيط هذا وغادي ديروا الزخرفه اللي بغيتو باش كتجي واحد المنظر وصافي. كتبقاو هاي نديروا داكشي عشوائي وصافي. المهم البنات انا بديت كنطيب الحريشه ديالي خديت طبيصه فيه السميده غناخذ كيما قلت لكم غادي نديرهم هكا صغيرين وغادي نديرها هنايا شي هكا تبقى تلصق هكا باش كتجي طريه هكا كديروها هكا بالسميده صافي. تاخذوا هاد السيكل هذا باش يجوكم قادين وصافي زعما باش يجيو قياس واحد صافي.
قال لي عبدو قبيله جالسه انا وعبدو جالسين كنهضروا ويقول لك كانت لا غير شي بالكون ولا شي حاجه غير ما نقنطوش. دابا الناس اللي عندهم الدير الكبار هكا الفيلات وداك الشيء الناس عيال اللي عندهم مثلا ويا سميتو اللي عندك مثلا غسل يديا ولا معاكم اللي عندهم قولي زدتي في الفوري باش جوزي اللي عندهم سميتو البالكون اللي عندهم البالكون والله الا الا يا سلام طويب لا جوج كريسيات الله يلعب واش يخرج ديك الساعة. ايوا الحمد لله الحمد لله وشكرا لله على كل حال. ديك ماريا تعبت الله الدراري الصح راه ما حالكم ساكن دار بهم هكا ترينا بهم شي شويه عرفتي هبطوا سخفانين عركانين مساكن غوفلو ماشي هكا ديال الحرشة. المهم البنات انا غادي نكمل هذا الشيء غنغسل واحد الروينة هنايا من وراكم صافي. صديقاتي مرحبا بكم اجيو ديروا معنا كسكروت والله ليلى الف الف مرحبا والله قاسم انا يا نسني صايبت كمه الحريشه والكيكه وداك الشيء عبدو هو اللي عمر اتاي حيت كيصايب اتاي واعر هانتوما شوفوا خوتو قبيله وبقى بالرصه ديالو وشنو دار دار السبوع ديال الدراري جبد السبوع ديال الدراري جبد السيدي ديال السبوع ديال اسعد وامجد وجبد السيدي ديال العرس وجبد السيدي ديال عرس خويا ولكن ضروري غادي نشارك معكم هكا لقطات ملي غادي نديرو كاسكروت وغنساليو غنشارك معكم لقطات من السبوع ديال اسعد وامجد وكل مره نبقى مره ندير لكم لقطات عاوتاني من العرس ديالنا وهي غادا بحال هكا. المهم الحريشه ديالنا ها هي وجدات اسعد امجد راه عجبتك امجد الحريق اسعد الحريقه ها من عجبني نوريكم عمل داخل ما كتجينا مدقصه لا حتى شي حاجه كتجينا مدقصه لا حتى شي حاجه. وبالنسبه للكيكه كنت بغيت ندير ليها صوص الشوكولا من الفوق وندير لهم ندردر عليها شويه الشكلاط على حسب الوليدات تعرفوا نتوما البنات على حسب الوليدات يبغوا هكا الشكلاط كيبغوا شي حاجه مزوقه عرفتي طابليطه ديال الشكلاط على قدها لقيتها في سدات ليا صافي ولكن دوك الشوكولا فيرميسال وداك الشيء ديال الالوان والشوكولا نوار فيرميسال لقيتهم باقي مزيانين حيت ديال الباكيه ولكن الشكلاط طاحت كان في الميكا تزمت عليه صافي وفي سدات ليا يعني الشكلاط حتى هو خاصني ناخذو نقيدو نعملو فيه الكناش صافي الكيكه ها هي نتوما شوفوا كتجي زوينه يا البنات تقدروا حتى هكا ديروها بحال دابا انايا عبدو قال لك هكا عجباتو هكا ولكن الدراري عاوتاني ها نتوما كتجي بشوشه ها نتوما عرفتي كتجي زوينه بحال شي مونيكا بحال شي مونيكا صافي ودرت حطيت معاها شويه ديال الفرماج وعسيله هادشي اللي كاين والله الا ما قرناش نتجمعوا يا البنات ايوا ولكن ماشي مشكل اللي اذا الله هي اللي كاينه ان شاء الله تايفاش هاد الوباء هذا واللي قريبه ليا تجي عندي مرحبا بها وحتى اللي بعيده وعندها الامكانيات بغات تجي عندي ما كاين حتى شي اشكال ان شاء الله يا ربي جوني حتى هي ها الرضاعه ديالها يلا اربعات هي الاولى كتسمعوا انتم دابا هادي دابا هنايا في الذبيحه الذبيحه ياكو هنايا في الذبيحه درنا الذبيحه في دار عبدو درنا الذبيحه بحال اليوم والغد لي عاد درنا الاسبوع ما درناش نهار واحد ماما درنا الاسبوع عند بابا ديالنا انا كنقول يا عم بابا الدار ديال بابا الدار عند مي با. المهم البنات غنديرو كاسكروت وهذا غنديرو كاسكروت ومن نسالي غادي نصور لكم ضروري نصور لكم نوريكم هكا لقطات والله الا ايام شو سبحان الله
تبارك الله شحال دابا 4 سنين ونص، 4 سنين ونص اكيد الوقت دغيا 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 كدوز. ولادنا كبروا وحنا كبرنا الله يكبرنا على طاعة الله ورسوله. يلا البنات حتى رجع لكم، ها انتم يا البنات، ها انتم صديقاتكم. ها هي النفيسة عاد جات بلاتي.
I'm gonna make you mine.
الزريقه مصبول ما عليك البانكا. الله ما كرهتش والله ما كرهت دابا الدجاج بالدغميرة والله ما كرهتش لا كنا درنا لا ها ما نشوفو شحال خمسة ما بقيناش عارفين حتى شنو كان داز في السوا باش لا التلفازة كامل كانش عفصة اوه ده هم عايزين عايز والله الا البنات اذا كنشوفوا دابا العائله والاصدقاء والله الا الا مجوز بين ما كرهناش نتجمعوا في شي فرحه عاوتاني والله ومرحبا بكم كاملين ان شاء الله هذه المره وان شاء الله نطلب الله يرفع لنا الوباء يكون عندنا شي فرح ولا شي حاجه اي وحده بغات تجي عندي مرحبا بها والف مرحبا والف مرحبا بها والله من القلب الخالص حيت انا ما غاديش نعرف اللي كتسكن في سلالي كتسكن في الرباط المهم انا كدعم من كل شيء اللي عندي في القناه المهم البنات هنايا هنايا ما غاديش نسالي ومازال تابعني العشاء ايوا ديك الساعه نتلاقاو من بعد
والى هنا تنتهي سهرتنا. شكون هذاك اللي طلع في الكرسي؟ ها شكون هذاك اللي طلع؟ هذاك انت اللي ما كتبغيش تبان ليهم في الكاميرا، طلعتي في الكرسي كاع. ومشي نفيق من القلبه ومشي للكوزين طيب عشايا. المهم واش كنبان لكم ماكنبانش لكم. المهم البنات هنا عيطت هاد لا فيديو هادي باش ما تجيش طويله، وانا متاكده الفيديو غادي يجي طويل. خليتهم جالسين كيتفرجوا صراحه. والله الا تفكرنا هكا الاجواء ديال العائله ومجموعين وداكشي هاتي والله الا عبدو دار فينا خير ما جوش كنبان لكم ماكنبانش لكم. المهم عبدو حيت هنايا قلب الكاميرا حيت عندي الضو هنايا في الكوزينه العيب تندير الكاميرا اللورانيه. المهم دوك عبدو دار فينا خير وحق الله طلق لنا هاد السيريات هادو عرفتي بحال كاسي وسط العائله والله العظيم. المهم انا بغاو الصفه العشاء، الصفه ديجا بارطاجيتها معاكم يعني عارفين ليها صافي. يلا غادي ندير التفوره الاولى، يلا تندير ليها الزيت تاعها. وتماك في الكاسرونه كيف كتشوفوا تماك دايره هذا الخزامه والكاليبتوس تاير كنت شاركه معاهم باش نبخر الشان بالبخار كامل ندور في الغلطان. ايوا صافي هادشي اللي كاين البنات. كنتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم. مكتاب لكم تفرجوا نتوما معاها واخا صورت لكم غير لقطات. المهم البنات كنتمنى الفيديو يكون عجبكم. الا كنتو كيما بغيتو بحال هكا ندير لكم ديال العاج وديال المهم نديرو لكم ماشي مشكل. تانا تانتوما بغيت نبدل لكم غير قبل واحد نخرجكم شويه من الكوزينه. وهي الكوزينه هي اللي نحاول ما ندخلوش ليها، مستحيل اننا ما ندخلوش ليها صافي. دابا دقيق ليا راه مولات بغيت نقول لكم مولات الصفر، مولات الصفر اللي كانت لابسه الصفر هي نبيله اختي. نشوف بلاي مولات الصفر هي نبيله اختي برنامج ونصائح كانت ديك الساعه باقا ما دايرهاش الحجاب. مولات الشويبه داك الشيبي البارد هذاك هذاك حتى هو هذيك حتى هي سميتها اختي ايمان اماين بريستيج، عندها قناه اماين بريستيج ولكن دابا حبست شحال هذه. يلا تنقول ليها زعما رجعي قناتك وداك الشيء. المهم الا كان شي حاجه غادي نخلي لكم الرابط ديالها ان شاء الله في صندوق الوصف الا كانت غادي تكمل فيها. اللي لابسه التقشيطه اللي لابسه التقشيطه الليمونيه ماما، نتوما راه ديجا كتعرفوا ماما. صافي هادشي اللي كاين. يلا البنات مح عليكم كنحماق عليكم وبسلام عليكم حتى نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. يلا مع السلامه ونتمنى ان الفيديو ديال اليوم تكونوا المعنويات ديالكم طلعت شي شويه. يلا باي.